قد بلغنا بفضل الله شعبانا، فالحمد لله أحيانا وأولانا. ها قد بلغنا بفضل الله شعبانا، فالحمد لله أحيانا وأولانا. شهر به بذرة الخيرات طيبة، وسوف تثمر أغصانا وأفنانا. من يبذر الخير يجني الخير يانعة، ثماره حين شهر الصوم يغشانا. كان الرسول يصوم الشهر أجمع، إلا قليلا وذا يعلي له الشانا. وفيه ترفع أعمال العباد إلى رب العباد فيولينا عطايانا. وكان أسلافنا يعلون قيمته، حتى غدا كله ذكرا وقرآنا. يسمونه شهر قراء لأن لهم إلى المصاحف في شعبان تحنانا. فعمروا شهركم بالخير واستبقوا صوما وجودا وقرآنا وإحسانا. ومن عليه قضاء صامه عاجلا، كي لا يرى في حلول الشهر ندمانا. تفقدوا فيه ذا فقر ومسغبة، وأطعموا فيه أرحاما وجيرانا. لا خير في من له جار بمخمصة، يبيت من دونه ريان شبعانا. واستكثروا من قيام الليل، علكم تلقونه ليل شهر الصوم معوانا. من يزرع الخير في شعبان يحظى به، فيما يليه ثمارا طيبها بانا. ومن يكن عاصيا فالله يقبله، فتب إلى الله تلقى الله فرحانا. ولا تقل سوف كم حي بلا سقم، قد أدرجوه على العصيان أكفانا. فمدنا ربنا بالعون منك، عسى نزداد فيه بفضل منك إيمانا. واغفر لنا واحمنا من شر أنفسنا، ولا تسلط علينا قط شيطانا. ها قد بلغنا بفضل الله شعبانا، فالحمد لله أحيانا وأولانا. قد بلغنا بفضل الله شعبانا، فالحمد لله أحيانا.